نعم أنا بقول لحضرتك يا شيخ، لو أنا دلوقتي مثلا يعني بخاف من النت وكده، بس برضه يعني بقول إن يعني الواحد هيروح لربنا، بس برضه يعني بكون خايف إن يعني مثلا الواحد يبقى لوحده في القبر وكده، ف يعني إيه الحل؟ عملك الصالح أنيس وجليس، فاعمل صالحا وآمن واتق الله يؤنسك الله في قبرك، ويكون القبر بإذن الله روضة من رياض الجنة. بارك الله فيك.